الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الصومالي حسن شيخ محمود لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية ومؤتمر صحفي اليوم لإعلان حلول لتحديات التعليم قبل الجامعي. 20 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة. الثانية عشر ظهرا التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي أحمد عبد الصمد، إليك أحمد. شكرا لك دعاء. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من العلاقات المصرية الصومالية. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية. صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. علاقات أخوية ممتدة جمعت بين مصر والصومال، عزز تلك العلاقات الاحترام والتفاهم على مستوى قادة البلدين، هذا بالإضافة إلى النمو المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية. المزيد في هذا العرض مع عمرو شهاب. أهلا بكم. تعود العلاقات المصرية الصومالية إلى بعيد الزمن، حيث بدأت حسب ما تشير صفحات التاريخ منذ زمن الفراعنة، حين كان يتم تبادل البعثات التجارية بين البلدين، علاقة توطدت في العصر الحديث مع مساندة مصر الدائمة للصومال ولكل أشقائها في القارة السمراء. العلاقات الأخوية الممتدة عززها الاحترام والتفاهم على مستوى قادة البلدين، الأمر الذي يتضح جليا في عديد اللقاءات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، والتي كان آخرها استقبال الرئيس السيسي له بقصر الاتحادية في يناير الماضي، حيث عقد الجانبان مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مشددا على دعم مصر للصومال في محاربتها للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات ورفض مصر التدخل في شؤونه والمساس بسيادته، مجددا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا للاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر. من جانبه أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن مصر تعتبر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة للصومال، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الرخاء والتعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة بين البلدين، ومؤكدا رغبة الصومال القوية للعمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية. اقتصاديا شهدت العلاقات بين مصر والصومال نموا مضطردا في السنوات الأخيرة، مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة، حيث ارتفع التبادل التجاري في أول 11 شهرا من 2023 بنسبة 26.5% إلى 56,300,000 دولار، وتأتي مشروعات الطاقة والمياه على رأس مجالات التعاون بين البلدين. على المستوى الثقافي أطلقت مصر مبادرات ومشاريع تهدف إلى دعم قطاع التعليم في الصومال، ولا تزال مصر القبلة الأولى لأهل الصومال للحصول على التعليم، كما تحظى المنح الدراسية المصرية الجامعية باهتمام كبير في ظل معاملة مصر للطلاب الصوماليين الدارسين بمختلف الجامعات المصرية معاملة المصريين.
كما كانت لمصر جهود إنسانية دائمة لدعم الصومال، حيث قدمت مصر عام 2022 مساعدات إلى مقاديشيو بإجمالي 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء والمساهمة في مواجهة موجة الجفاف آنذاك. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا للعلاقات المصرية الصومالية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نموا مضطردا في السنوات الأخيرة، وتأتي مشروعات الطاقة والمياه على رأس مجالات التعاون بين البلدين. المزيد نتابعه في هذا العرض التالي. بدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. قال مصدر حكومي لإكسترا نيوز أنه سيتم دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة، مضيفا أن إجمالي عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد. كما أشار إلى أن اللغة الأجنبية الثانية مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع. وأوضح أن وزير التربية والتعليم سيعلن اليوم في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء القضاء نهائيا على مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وآلية التنفيذ. وأشار المصدر إلى أن المؤتمر سيشهد طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل، مضيفا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يوافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية. وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يضم علماء وخبراء وأساتذة جامعيين متخصصين.
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار استقبل نائب رئيس شركة هواوي العالمية والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين بمجال تطوير ورقمنة المنظومة الصحية. خلال الاجتماع أكد عبد الغفار على أهمية التعاون بين مصر والصين بمجال تطوير التنمية البشرية والتي تعد ضمن أولويات الدولة المصرية، كما أشار إلى أهمية التعاون لتكثيف البرامج التدريبية لشباب الأطباء على أساسيات التحول الرقمي، وذلك لتنمية قدرتهم على إدارة منظومة الرعاية الصحية. ومن جانبه أعرب نائب رئيس شركة هواوي العالمية عن سعادته للتعاون مع القطاع الصحي المصري، والذي وصفه بأنه متطور ويمتلك كوادر بشرية عالية المهارة. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مع وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وتركيا، وصرح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الاتصالات تركزت على سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة، مضيفا أن مشاورات وزير الخارجية مع نظرائه بالدول الثلاث تطرقت أيضا إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية وكذا التطورات في منطقة القرن الإفريقي، فضلا عن الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استقبلت السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكلمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس في افتتاح سفارة المعرفة بجامعة العالمين الدولية، وأكد وزير التعليم العالي أن التعاون بين مكتبة الإسكندرية ممثلة في سفارات المعرفة التابعة لقطاع التواصل الثقافي وبين جامعة العالمين الدولية يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التكامل والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المصرية. كما أكد وزير التعليم العالي أن إضافة سفارات المعرفة للجامعات يعد دليلا على وحدة الهدف، وهو توفير بيئة منفتحة تسمح بالتعلم. أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن إضافة 50,000 أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج على مستوى محافظات الجمهورية. أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث سبق وأن تم إضافة 73,000 أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بداية من شهر يوليو الماضي، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل. يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة عن شهر أغسطس لجميع المستفيدين غدا الخميس، بما يشمل حاملي بطاقات ميزة البنكية. We'll be right back.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسؤولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع فساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التنمية المحلية جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع، حيث أكدت أن الوزارة لن تألو جهدا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة لطالب الخدمة حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله. عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع قيادة الوزارة، وذلك لاستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المستهدفات للأنشطة والمشروعات ضمن البرنامج الرئاسي نظام بيئي متكامل ومستدام بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أشارت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاع الصناعة وإدارة المخلفات وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التقدير. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين الحرص على وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمتابعة خطط التطوير بشركة حلوان للمسبوكات مصنع 9 الحربي إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إن تلك الاستراتيجية تستهدف إحداث أوجه التطوير الإداري والفني بما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها، وذلك في ضوء الدراسات التي تمت للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها. استقبل وزير الثقافة دكتور أحمد فؤاد هنو السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث عدد من المحاور المرتبطة بتكثيف أوجه التعاون الثقافي المشترك بين البلدين. خلال اللقاء اتفق الجانبان على أهمية تنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في إثراء المد الثقافي والفني والأدبي والفكري بين البلدين الشقيقين، وذلك في ضوء بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين. أكد وزير الثقافة اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة في مجالات الثقافة والفنون، ومؤكدا على أهمية تعزيز وتطوير التعاون في ضوء ما يتميز به البلدان من انفتاح وثراء ثقافي أصيل والعمل على تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة بما يليق بتاريخ وحضارة وتراث البلدين. يظل معدل التضخم المرتفع يؤرق شعوب العالم، ورغم جهود البنوك المركزية للسيطرة عليه إلا أن معدلاته تظل عند مستويات مرتفعة بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية فضلا عن الاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. المزيد نتابعه في هذا العرض مع الزميلة نسرين فؤاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. رغم جهود البنوك المركزية حول العالم للسيطرة على التضخم إلا أن معدلاته تظل عند مستويات مرتفعة، حيث يظل متوسطه في العالم عند 9.4%، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، في حين
تؤدي الاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد إلى إطالة أمد المعضلة التي تواجهها العديد من البنوك المركزية لتحقيق المستوى المستهدف وضبط إيقاع الهبوط الهادئ للتضخم والذي من المتوقع أن يتم بحلول عام 2026. التضخم العالمي يعتبر أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية عما كان عليه قبيل تفشي جائحة كورونا، وفي يوليو 2022 عندما كان التضخم أعلى من النطاقات المستهدفة في جميع البلدان. وقد يكون لدى البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أسباب وجيهة للبدء في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لكن من غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد حتى تقتنع بأن معدل التضخم سيعود إلى المستويات المستهدفة على نحو ثابت. التوترات الجيوسياسية تنذر أيضا باحتمال حدوث صدمات تضخمية، إما من خلال رفع أسعار النفط أو تعطيل الخدمات اللوجستية أو الإنتاج على نطاق أوسع. وعلى الرغم من أن أثر الصراع في الشرق الأوسط على التضخم العالمي لا يزال محدودا حتى الآن، فإن التصعيد قد يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار النفط، لا سيما أن المنطقة تنتج نحو 30% من النفط العالمي. هذا ويزداد معدل التضخم العالمي بواقع 0.35 نقطة مئوية خلال عام واحد كلما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 10%. وإذا كانت هناك تأثيرات كبيرة في الجولة الثانية على الأجور وتكاليف الإنتاج الأوسع نطاقا، أو إذا اتجهت توقعات التضخم نحو الارتفاع، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الأساسي أيضا. وقد أدت صراعات الدائرة بالفعل إلى ازدحام طرق الشحن، وتسببت في زيادة حادة في تكاليف الشحن، وتؤثر تدابير الحماية المتصاعدة سلبا على شبكات التجارة لا سيما سلاسل الإمداد العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج. لكن على الرغم من أن أثر ذلك على تضخم أسعار المستهلكين لا يزال محدودا حتى الآن، فإن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج قد يدفع المنتجين في نهاية المطاف إلى تحميلها على المستهلكين. وتأتي هذه المخاطر المسببة لارتفاع الأسعار في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستويات المستهدفة في أكثر من 40% من البلدان، وإن كان هناك تباين كبير بين مستويات الدخل. وفي الاقتصادات المتقدمة حيث استغرقت البنوك المركزية وقتا أطول لاستجابة لارتفاع التضخم، لا يزال نحو 50% يعانون من مستويات تضخم أعلى من المستهدف حتى نهاية يونيو الماضي. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول مستجدات أزمة التضخم التي ضربت جميع أنحاء العالم. شكرا لكم على طيب المتابعة. تداعيات صادمة أحدثها عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث طالت تلك التداعيات أسواق الطاقة العالمية خاصة فيما يتعلق بتعطيل خطوط الإمداد الرئيسية للنفط والغاز. المزيد نتابعه في هذا التقرير. 4 عدوان الاحتلال على قطاع غزة كافة الترتيبات والمشروعات الطموحة التي كانت ينتظرها العالم، ليلقي العدوان بظلاله على أفق الاقتصاد العالمي ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي وإعادة إشعال أسعار الطاقة. تداعيات صادمة أحدثتها سياسة الاحتلال العدوانية في قطاع غزة. طالت تلك التداعيات أسواق الطاقة العالمية، خاصة ما يتعلق بتعطيل خطوط الإمداد الرئيسية للنفط والغاز، وهو ما أثر على ارتفاع أسعارهما العالمية. ولأن النفط ميزان حساس في ساحة الحروب، فمنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قفزت أسعاره على نحو حاد، وسط توقعات باستمرار الارتفاع حال استمر أمد الصراع أو توسع نطاقه. في هذا السياق حذر البنك الدولي من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعا سيئا، وأشار تحديدا إلى أثار مباشرة على السلع الأساسية خاصة النفط، محذرا من أن تصاعد النزاع سيواجه معه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود.
ومع استمرار الحرب في غزة واتساع نطاقها، ستظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل قطاع الطاقة في العالم وفق ما يرى الخبراء. وسيؤدي استمرار العدوان إلى مزيد من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية ومرافق الطاقة وطرق الشحن البحري. يشهد مهرجان العالمين الجديد انطلاق أكبر رالي للسيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ولجان تحكيم دولية على مدار يومين الأربعاء والخميس. الحدث يعد أضخم وأكبر حدث للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط للجامعات، ويتبع للمنظمة الدولية المعتمدة رسميا على مستوى العالم، وينظمه مهرجان العالمين الجديدة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمؤسس ومنظم للمهرجان. ويعد رالي السيارات الكهربائية للجامعات درة مهرجان العالمين الجديدة علميا وتنمويا وتعليميا وترفيهيا، كما يعد في قيمته أعلى مستوى علمية تنظيمية موجود على مستوى الشرق الأوسط. استشهد 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل أحد العائلات. وفي مدينة خان يونس استشهد 4 مواطنين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح برصاص قناصة جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلة شرقي المدينة. كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدف منزلا في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مفتوحة بناء على طلب الجزائر وبالتشاور مع فلسطين، وذلك في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه لمدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة المئات. وفي إحاطتها أمام المجلس قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزميري دي كارلو إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، مضيفة أن الوضع الكارثي بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار الحرب، ودعت إلى منح الأولوية لحماية المدنيين.
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سفير رياض منصور إن فلسطين ستتوجه في الأيام المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكد من نهوضها بالمسؤولية المنوطة بها بموجب ميثاقها، ولتأكد من أن قرارات أعلى محكمة في العالم محكمة العدل الدولية تترجم لإرادة سياسية وزخم وإجراءات ملموسة تنفذها الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها، وذلك لإنهاء أفعال الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن. تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر حالة انهيار واسعة، حيث خرجت مستشفيات القطاع من الخدمة جراء الهجوم الإسرائيلي، فيما انتشرت الأمراض المعدية والفيروسات بين الأطفال وكبار السن. بوتيرة متسارعة يتفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة وينحدر إلى مستوى كارثي على نحو غير مسبوق، ففي أعقاب حالة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع انتشرت الأمراض المعدية والفيروسات بين الأطفال وكبار السن. من جانبها أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تعمل بكل ما أوتيت من قوة على احتواء هذه الكارثة التي تكاد تفتك بأطفال غزة الناجين من آلة القتل الإسرائيلية. فقد خرج الوضع الصحي عن السيطرة، خصوصا بعد تسجيل أكثر من 100,000 حالة التهاب كبد وبائي، يضاف إلى ذلك انتشار الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها. ومما يفاقم من خطورة الوضع خروج الغالبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع عن الخدمة. تتابع الحكومة بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، ولازلنا بانتظار نتائج فحوصات العينات والتي تحتاج إلى بضعة أيام إضافية. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة الأدمية، مطالبا بإجراءات فعلية من المجتمع الدولي لوقف العدوان. لم يعد كافيا مجرد التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق أمام حجم الكارثة الإنسانية في القطاع ومحاولة تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الأدمية. أمام حجم الكارثة الإنسانية لا بد من إجراءات مختلفة من المجتمع الدولي. خراب ودمار في كل مكان، لم تترك آلة القتل الإسرائيلية منزلا في قطاع غزة إلا وقصفته، بما في ذلك المناطق الإنسانية وأماكن إيواء النازحين الذين لجأوا إلى تلك المخيمات بتعليمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. تلك الأوضاع الكارثية تنذر بانفجار الأوضاع في قطاع غزة على نحو غير مسبوق إذا لم يتحرك المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان. وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اقتحام مستوطنين ووزراء إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك بأنه غير مقبول. قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن البلاد واضحة بشأن الحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في القدس، كما أشار إلى أن الأعمال الأحادية التي تعرض لها هذا الوضع أو تعرض هذا الوضع للخطر غير مقبولة. أدان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات التي يقوم بها الوزير الإسرائيلي إتمار بن خفير ودعوته إلى انتهاك الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس. وأكد مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يكرر دعوة قادة المجلس الأوروبي الذي انعقد في شهر يونيو إلى الحفاظ على الوضع الراهن بشأن الأماكن المقدسة. استشهد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة طمون بالضفة الغربية. كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بجرافة وطائرات مسيرة قد اقتحمت المدينة وحصرت عدد من المنازل وأطلقت النار والقذائف.
تستكمل وزارة الشباب والرياضة رحلات اليوم الواحد إلى مدينة العالمين الجديدة بمشاركة 50 شابا وفتاة من المتميزين في أنشطة وبرامج مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية. يأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، حيث تنظم تلك الرحلات لتعريف الشباب بالمناطق السياحية الجديدة ومعالم مدينة العالمين وتشجيع السياحة الداخلية. ويضمن البرنامج السياحي زيارة مسرح العالمين ومنطقة الألعاب الترفيهية وممارسة نشاط بحر داخل شاطئ مهرجان العالمين الجديدة، وزيارة لأهم المولات التجارية نورث سكوير مول باعتباره أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العالمين الجديدة. وصلت أوكرانيا قصف منطقة كورسك الحدودية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقالت كييف إنها حققت المزيد من المكاسب على الأرض. ذكر القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك أن 4 صواريخ أطلقتها أوكرانيا جرى تدميرها، فيما استمرت تحذيرات الغارات الجوية بشكل متقطع خلال الليلة الماضية في المنطقة بأكملها. قالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 117 طائرة مسيرة و4 صواريخ تكتيكية أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على عدة مناطق من بينها كورسك. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ و37 طائرة مسيرة دمرت فوق كورسك، كما تم تدمير 37 مسيرة فوق منطقة بورينغ. Не хватило. Фу. Есть? Слабенько. Да. أعلن حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسية حالة الطوارئ الإقليمية في أنحاء المنطقة مع استمرار الهجمات الأوكرانية، كما أكد أن الوضع في منطقة بيلغورود لا يزال صعبا ومتوترا للغاية، مضيفا أن القصف اليومي الذي تشنه القوات الأوكرانية دمر منازل وقتل وأصاب مدنيين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التوغل العسكري الأوكراني في روسيا خلق معضلة حقيقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن مسؤولي بلاده على اتصال دائم بالأوكرانيين بشأن هذه الخطوة. وأشار البيت الأبيض إلى أن أوكرانيا لم تبلغه مسبقا بتوغلها في منطقة كورسك، ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أي دور لواشنطن في هذه العملية. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الأدلة لا تزال تشير إلى أن الحريق الذي اندلع يوم الاثنين في محطة زابوريتشا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا لم يبدأ في قاعدة برج التبريد أو بواسطة جسم غريب. ذكرت الوكالة أن الإدارة الروسية للمحطة لم تتوصل بعد لسبب الحريق، كما أبلغتها بأن البرج ربما يحتاج إلى تفكيك. أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أنها دمرت زورقين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت القيادة أن هذه السفن شكلت تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
أجرت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات مشاركة باستخدام الذخيرة الحية والمنورة. وقال الجيش الكوري إن التدريبات أجريت على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب الحدود بين الكوريتين. ومن المقرر أن تقيم القوات تدريبات عسكرية مشتركة أيضا في الفترة من 19 إلى 29 من أغسطس الجاري. كشفت أرقام رسمية أن الأمطار الغزيرة أودت بمئات الأشخاص في جنوب آسيا، حيث تسببت فيضانات وانزلاقات للتربة خلال موسم الرياح الموسمية بأضرار واسعة النطاق. المزيد في سياق هذا التقرير. فيضانات وسيول، تغيرات جوية عنيفة، أضرار واسعة النطاق بسبب تغير المناخ. كشفت أرقام رسمية أن الأمطار الغزيرة في جنوب آسيا أودت بحياة مئات الأشخاص في كل من الهند وباكستان ونيبال. مركز الأرصاد الجوية الهندي حذر من هطول أمطار غزيرة على معظم الولايات الجنوبية والشمالية الشرقية في البلاد. ففي ولاية أوتار بارادايش الشمالية لقي عشرات الأشخاص حتفهم في الفيضانات، وفي غربي الهند غمرت المياه المناطق الصحراوية ولقي أيضا عشرات الأشخاص مصرعهم. وفي شمال البلاد تضررت ولاية أوتارخاند من الفيضانات التي تسببت في أضرار مادية واسعة النطاق. في الوقت نفسه يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن مفقودين بعد أن أدى الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه إلى مصرع عدد من الأشخاص في منطقة أونا بولاية هيماشال براديا شأما في باكستان. فقد أودت الرياح الموسمية بمئات الأشخاص وبينهم أطفال منذ بدء هطول الأمطار على البلاد في يوليو بحسب الهيئة المسؤولة عن الكوارث الطبيعية. وفي نيبال لقي أيضا مئات الأشخاص حتفهم في انزلاقات للتربة بحسب الهيئة المسؤولة عن الكوارث الطبيعية. تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة الكوارث الطبيعية المرتبطة بأحوال الطقس الشائعة خلال هذا الموسم الممتد من يونيو إلى سبتمبر. تواصل اليونان مكافحة الحريق الضخم المشتعل في الضاحية الشمالية الشرقية لأثينا والذي خلف قتلى ومصابين، كما أرغم الآلاف على ترك منازلهم بسبب تلوث الهواء في العاصمة. رياح قوية ساهمت في اتساع رقعة أسوأ حرائق غابات في اليونان هذا العام، انتشرت على مساحات جافة ودمرت عددا كبيرا من الهكتارات والمباني والسيارات. وتواصل اليونان مكافحة الحريق الضخم المشتعل في الضاحية الشمالية الشرقية لأثينا الذي خلف قتيلا، فيما يتلقى العشرات العلاج من إصابات متفرقة وبينهم مصابون من عناصر الإطفاء، كما أرغم الآلاف على ترك منازلهم بسبب تلوث الهواء في العاصمة. وفيما يغطي الدخان الكثيف معظم أنحاء العاصمة، أفاد العلماء بتسجيل ارتفاع مقلق لجسيمات خطيرة في الجو بسبب احتراق مصانع تحتوي على مواد كيميائية سامة، حيث تحولت النيران التي غذتها رياح قوية إلى جبهة لهب بطول 30 كيلومترا وارتفاع أكثر من 25 مترا في بعض الأماكن. وقام سكان
سكان العاصمة بوضع أقنعة لحماية أنفسهم من الدخان الخانق ورش منازلهم بالمياه لحمايتها من ألسنة اللهب، ويتولى نحو 700 من عناصر الإطفاء تؤازرهم 200 آلية و9 طائرات مكافحة الحريق في مدينة فارنافاس على بعد حوالي 35 كيلومترا شمال شرق أثينا، فيما وصل نحو 300 إطفائي ومروحيات وسيارات إطفاء وشاحنات وصهاريج من 6 دول أوروبية تلبية لنداء المساعدة الذي وجهته السلطات اليونانية، ولا سيما تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي. وأرسلت فرنسا مجموعة أولى من 91 عنصر إطفاء تابعين للدفاع المدني في عدد من آليات مكافحة الحرائق إلى اليونان للمساعدة في مكافحة الحريق، والتي تعد ضمن تعزيزات بحوالي 180 عنصر إطفاء و55 شاحنة أعلنت فرنسا إرسالها إلى اليونان. بعد شتاء جاف للغاية أصبحت اليونان عرضة لحرائق الغابات لتسجل في شهري يونيو ويوليو أعلى درجات حرارة منذ بدء جمع البيانات عام 1960، كما تشهد مناطق أخرى في أوروبا موجات حر في وقت حذر فيه العلماء من أن انبعاثات الوقود الأحفوري تؤدي إلى تفاقم مدة موجات الحر وتواترها وشدتها في جميع أنحاء العالم. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث سجل معدل التضخم الفلسطيني انخفاضا قدره 1.4% خلال شهر يوليو الماضي بواقع 2.9% في قطاع غزة وبمقدار 2% في القدس. وأشار جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى الارتفاع الحاد في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة بنسبة 237%، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى نهاية شهر يوليو نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع. تسارع المعدل السنوي للتضخم في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، لكنه تجاوز المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي عند 2%. أكد مكتب الإحصاء البريطاني تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.2%، وكان العامل الأعلى لتلك الزيادة هو ارتفاع أسعار خدمات الإسكان والخدمات المنزلية. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع ترقب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية، وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% لتصل إلى 81.36 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكية بنسبة 0.9% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ظل أمال إنهاء دورة التشديد النقدي الجارية بحلول الشهر القادم. صعدت أسعار العقود الأجلة للمعدن الأصفر بمقدار 0.2% لتصل إلى 2513 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4% ليصل إلى 2474 دولار للأوقية. يواجه فريق الأهلي نظيره إنبي اليوم ضمن منافسات الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز، ويمتلك الأهلي 84 نقطة بعد الفوز على زد في المباراة الأخيرة، وكان الفريق قد حسم البطولة بفوزه رسميا عقب مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز الأهلي.
يلتقي فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم على استاد القاهرة الدولي. يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة. وصلنا لنهاية النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الصومالي حسن شيخ محمود لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية ومؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعية. 20 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة. إذن مشاهدينا، انتهت هذه الساعة الإخبارية، ولكن لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. دمتم في رعاية الله.